مرة أخرى يتفق السودان وجنوب السودان على بعض من القضايا التي تعوق تقدم العلاقات بين البلدين أملاً باتفاق شامل. وفقاً للقوانين والأنظمة في كلا البلدين يمكن للمواطنين أن يتمتعوا بالحريات التالية في كل من الدولتين: حرية الإقامة، حرية التنقل، وحرية القيام بالنشاط الاقتصادي، وحرية الحصول أو التخلص من الممتلكات. هذا الجانب من الاتفاق يتجاوز تهديد السودان بمعاملة مواطني جنوب السودان معاملة الأجانب ابتداء من إبريل نيسان المقبل. لذلك اتفق الجانبان على تشكيل لجنة برئاسة وزيري الداخلية في البلدين للإشراف على الإجراءات التي تخص وضع ومعاملة رعايا كل منهما. لكن الخلاف يبقى على الحدود والسيطرة على منطقة أبي وقضية رسوم العبور التي تدفعها دولة الجنوب للشمال مقابل تصدير النفط من ميناء بور سودان. تم تصميم هذا الاتفاق الصغير لنكون على بعد خطوات قليلة في مقاربتنا للتوصل إلى اتفاق شامل وطي صفحة من العلاقات المريرة بين بلدينا والبدء بصفحة جديدة بين دولتين الجارتين جنوب السودان والسودان. وكان الجنوب أوقف إنتاج النفط من كل حقوله في يناير كانون الثاني احتجاجا على مصادرة الخرطوم للنفط، فيما قال السودان إنه تعويض عن رسوم غير مدفوعة. وتعتمد جوبا على صادرات النفط لجني 98% من إيراداتها، لكنها تقول إنها لن تستأنف الإنتاج قبل التوصل إلى اتفاق. وتعتمد الخرطوم أيضا على النفط اعتمادا كبيرا. الرئيس عمر البشير سيزور جنوب السودان خلال الأسبوعين المقبلين لضمان تنفيذ ما اتفق عليه في إثيوبيا الثلاثاء في محاولة لتسوية النزاع المرير والمكلف بشأن النفط. بمثل هذه الروح ونحن نتجه نحو القمة المهمة في جوبا، ما زلنا ملتزمين هذه الخطوات التي سوف تمهد الطريق لتوفير مناخ موات للغاية. وبنتيجة الانفصال عاد أكثر من 350 ألفا من أهالي الجنوب إلى ديارهم في جنوب السودان، لكن الأمم المتحدة تقول إن زهاء 700 ألف جنوبي ما زالوا يقيمون في الشمال. ويتبادل الجانبان الاتهامات بصفة مستمرة بمساندة جماعات متمردة على الجانب الآخر من الحدود. وكان الجانبان اتفقا في فبراير شباط على ترسيم أغلب الحدود على أمل الانتهاء منها في غضون 3 أشهر، على الرغم من أن هذا سيستثني 5 مناطق موضع نزاع، وهو ما يبقي باب الخلاف مشرعا ومحتملا ويستدعي مزيدا من الاتفاقات. عصام عبد الله، BBC.